صلوا بينا على النبي. وبيبدأ المسلسل مع الطلبة سولي اللي كانت قاعدة مع أفضل اتنين من صحابها، وبنعرف إنها مش بتصاحب البنات. وبيكون صاحبها أوسان شايفها متضايقة ومش بتتكلم معاهم، وبيسألها عن السبب اللي مخليها متضايقة. فبتقول سولي إن في إشاعة انتشرت عنها في المدرسة وإن الطلبة فاكرينها طلبة سيئة. وأما صاحبها سيون بيتعصب وبيكون عايز يعرف السبب، بتقول إن الإشاعة طلعت بسبب إن هي مصاحباه هو وأوسان. وبعد ما سيون بيعرف إن هما بيتنمروا عليها وبيقولوا إنها شبه الثعلب، بيقول لها إن الثعلب أجمل منها بكتير وإنها شبه الغوريلا. وبيكون صاحبه أوسان سامع كلامه وبيبدأ يتخانق معاه، بس وقتها سولي بتبدأ تتكلم وبتقول إن سيون بيحب يهزر معاها. وبيظهر ساعتها إن أوسان ما كانش عايز يدافع عنها، وبيقول إن الغوريلا أجمل منها بكتير. وما أوسان بيتخانق معاه وبيقول له يعتذر للغوريلا بسبب اللي قاله، بنلاحظ إن سولي كانت متضايقة من كلامهم وبتمشي من المكان وهي متعصبة. وبيكون سيون وصاحبه شايفينها مشيت وهي متضايقة، وبيقرروا إن هم يساعدوها ويوقفوا الإشاعة اللي حصلت. وبنشوفهم بعدها راحوا لرئيسة الفصل وبيتكلموا معاها عن اللي حصل، لكنها بتقول لهم إنها اللي نشرت الإشاعة عن صاحبتهم سولي. وبيكون أوسان مستغرب من طريقة كلامها وبيسألها عن السبب، وبتعرفوا إنها عملت كده علشان بتحب حد منهم وغيرانة منها. وبتكون رئيسة الفصل رافضة تقول لهم هي بتحب مين، وبتقول لهم إنها تخفي منشور الإشاعة لو تصاحبوا معاها. وبيقرروا بعدها إن هم يوافقوا على طلبها علشان ما عندهمش حل تاني، وبيكونوا عايزين يساعدوا صاحبتهم سولي. وبعد لحظات بنشوفهم كانوا قاعدين مع صاحبتهم سولي، وبيكونوا متضايقين علشان صاحبهم بيحب واحدة من الطلبات. وبنعرف وقتها إن هم متضايقين علشان محبوش قبل كده، لكنهم بيقرروا إن هم يحبوا ويكونوا أفضل منه. وبيبدأ بعدها أوسان يتكلم عن مواصفات البنت اللي عايز يحبها، وبيكون سيون سمعه وبيقول نفس كلامه. والساعات سولي بتبدأ تتخانق معاهم وبتضربهم، وبتقول لهم المواصفات اللي قالوها بتوصفها هي. ومصحبها بيقعدوا معاها وبيقولوا لها ان هم عايزين يحبوا زي صاحبهم، بتقول لهم انها صديقتهم الاتنين وهيكونوا صحاب على طول. وبتلاقيهم بعدها كانوا بيقولوا انها وحشة وبتكون هتضربهم، بس بيطلبوا منها تتكلم مع بنتين من صحابها وتعرفهم على بعض. فبتقول لهم سولي انها مش هتقدر تساعدهم علشان ما عندهاش صحاب بنات بسبب صداقتها معاهم. وبعد لحظات بنشوفهم راحوا يودعوا رئيسة الفصل، وبيفضلوا الاتنين يتخانقوا بسبب ان كل حد شايف نفسه جميل. وفي تاني يوم بيروحوا يقعدوا مع صاحبتهم سولي وبيسألوها عن مواصفات الشاب اللي عايزة ترتبط بيه. وما سولي بتقول لهم انها عايزاه يكون جميل، بيقولوا لها ان هما الاتنين اجمل من بعض وبيتريقوا عليها. وبتكون سولي متعصبة من اللي حصل، وبتطلب منهم يوقفوا يضايقوها وإلا هتضربهم تاني. وساعتها صحابها بيقولوا لها انه مستحيل حد منهم يكون حبيبها في يوم من الايام، وبيلاقوها بدأت تضربهم كالعادة وبتمشي. وفي تاني يوم بيعرف أوسان هو وصاحبه إن الإشاعة بتاعت سولي لسه على مواقع التواصل، وبيقرروا إن هما يروحوا لرئيسة الفصل ويعرفوا اللي حصل. وبعد ما سيون وصاحبه بيروحوا لرئيسة الفصل وبيتكلموا معاها، بيعرفوا إن الإشاعة بتاعت سولي مستمرة. وبنشوف بعدها رئيسة الفصل أخدتهم للقهوة وبتشرح لهم اللي حصل، وبتعترف إنها مش اللي نشرت الإشاعة وكانت عايزة تخليهم يتصاحبوا معاها. وبتعرفهم وقتها إن الإشاعة دي عملوها مجموعة من الطلبات علشان غيرانين من سولي بسبب صداقتها معاهم. والساعتها سيون بيسألها ازاي يخفوا الإشاعة، وإن هم مستعدين يعملوا أي حاجة علشان سولي صاحبتهم. فبتقول لهم رئيسة الفصل إن ما عندهمش غير حلين علشان يساعدوها، وإن هم هيستنوا الوقت طويل لغاية ما الطلبة ينسوا كل حاجة. وما سيون بيقول لها تقول لهم بالحل التاني، بتقولوا إن هم لازم يعملوا إشاعة جديدة علشان الطلبة ينسوا الإشاعة الأولى. وبنشوف بعدها رئيسة الفصل راحت لسولي وبتتكلم معاها، وبتقول لها إن الطلبة بدأوا ينسوا الإشاعة ومش محتاجين يعملوا حاجة تاني. وفي تاني يوم بنشوف سولي بدأت تتكلم مع أصحابها، وبتقول لهم إنها هتوقف صداقتهم لو بدأت تعجب بحد من الطلبة. وما سولي بتلاقيهم كانوا مستغربين من كلامها، بتقول لهم إن حبيبها هيكون مش عايزها تتصاحب مع الطلبة. وبعد ما سيون بيقولها إنها لازم تتخانق معاه لو رفض صداقتها مع الطلبة، بيلاقي وقتها صديقته من الطفولة اتنقلت للمدرسة بتاعته. وبنلاحظ وقتها إن سيون ما كانش عايز يتكلم معاها، وبيكونوا صحابه شايفين اللي حصل مستغربين. وساعتها صاحبته بتسلم عليه وبتقول انها في اول يوم ليها في المدرسه وانها اشتقت له جدا. وبعد ما منسوا بتبدا تتكلم مع صاحبتهم سولي، بتقول لها انها عارفاها علشان سيون كان بيفضل يحكي لها عنها. وبيكون سيون محرج من كلامها وبيحاول ينكر اللي قالته، لكنه بيتوتر ساعتها ومش بيعرف يتكلم. وما منسوا بتقول لهم انها هتروح تشوف المدرسه، بيبدا أوسان يتخانق مع سيون علشان بيحب بنت جميله ومش بيتكلم. فبيقول له سيون انها صديقته من ايام الطفوله وانها كانت بتكذب عليهم مش اكتر. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوفهم بعدها راحوا للقهوة وبيتكلموا مع بعض، وبتطلب منسو من سيون يسافر معاها لأمريكا. وبتكون سولي سمع كلامها وبتسألها إمتى كانت صاحبته، وبتعرف ساعتها إنها كانت مصاحباه من 10 سنوات. وبيكون سيون مش موافق على السفر معاها، بس بتقوله إن التذاكر بتاعتهم جاهزة وهيروحوا يتعلموا مع بعض. فبيقولها سيون إنه مش هيقدر يسيب القطة بتاعته ويسافر علشان والدته عندها حساسية من القطط ومش هتعرف تهتم بيها.
وبنلاحظ إن سولي ما كانتش عايزاه يضيع مستقبله، وبتقوله إنها هتساعده وتهتم بالقطة مكانه. وساعتها سيون بيتوتر ومش بيعرف يرد عليها، وبيقول لهم إن عنده شغل ولازم يمشي. وبتحاول وقتها منسو إنها توقفه، لكنه مش بيرد عليها وبتجري وراه. وبعد لحظات بنشوف سولي كانت بتتكلم مع أوسان عن التذكرة بتاعت سيهون، وبتسأله إذا كان عارف حاجة عن موضوع سفره. فبيقول لها أوسان إنه كان عارف بكل حاجة من الأول، وبيعرفها كمان إنه كان بيساعده في أي حاجة يطلبها. وبتكون سولي متضايقة علشان ما تكلموش معاها ومش عارفة إنه هيسافر، وبتقول لأوسان إن هم أصحابه ولازم يكونوا عارفين بمشاكل بعض. وبيعرفها ساعتها إن سيهون ما كانش عايزها تعرف بحاجة علشان كان بيفكر ما يروحش ويفضل يتعلم في كوريا. وبتبدأ بعدها سولي تحكي لأوسان عن الكلب بتاعها اللي مات من فترة، وإنها كانت زعلانة عليه جدا. وأما أوسان بيسألها إذا كانت أخدته للدكتور، بتقوله إنها عملت كده وأخدته على المستشفى، بس حالته كانت خطيرة جدا ومات. وبنشوف بعدها سولي كانت ماشية وبتتقابل بمنسو اللي بتقولها إن سيهون رافض يسافر بسبب إنه معجب بيها. وأما منسو بتطلب إنها تشرح لها إزاي تقرب من سيهون وتخليه يحبها، بتقولها إنها تشرح لها بكل حاجة وتساعدها. وبعد ما سولي بتقولها إنه كان بيحب فستان معين، بتروح منسو تشتري نفس الفستان وبتروح له. وبيكون سيهون مش عاجبه الفستان بتاعها، وبيروح بعدها يتكلم مع سولي اللي بدأ يحبها. وبيظهر وقتها إن سولي مش عايزاه يتجاهل صاحبته منسو، وبتسأله ليه مش عايز يسافر لأمريكا. وبتبدأ بعدها سولي تفتكر لما منسو جت لها واتكلمت معاها، وإنها قالت لها إن سيهون مش عايز يسافر بسبب إنه بيحبها. وبنشوف بعدها سيهون كان خايف يعترف لها بمشاعره ناحيتها، وبيقول لها إنه مش عايز يسيب القطة ويسافر. وأما سولي بتقوله إنها تقدر تهتم بالحيوانات وهتاخد القطة، بتلاقيه كان بيسألها إذا عايزاه يسافر. وبتبدأ وقتها سولي تتكلم في نفسها وبتقول إنها مش عايزاه يسافر، لكنها بتقول له يسافر. فبيقول لها سيهون إنه موافق على طلبها، بس بيطلب إنها ما تزعلش عليه بعدها. وفي تاني يوم بنشوف سولي راحت تودعه هي وصاحبها أوسان، وبيمشي سيهون مع صاحبته منسو ناحية المطار. وبعد لحظات بتبدأ سولي تتكلم مع صاحبها أوسان، وبتقول إن هما دلوقتي بقوا اتنين صحاب. فبيقول لها أوسان إن هما قريب هيتفرقوا تاني علشان هيتخرجوا من الثانوية ومش هيشوفوا بعض. وأما سولي بتقول إنها زعلانة على سيهون، بيحاول وقتها أوسان إنه يهديها، لكنه بيمسك نفسه على آخر لحظة ومش بيلمسها. وبيقول لها بعدها ما تزعلش نفسها، وبتفضل سولي تعيط وبتكون زعلانة على سيهون. وبعد ما سولي بتروح تقعد لوحدها، بنلاحظ إنها كانت متضايقة بسبب إن سيهون ما تكلمش معاها في الموبايل وبلغها إنه وصل المطار. وساعتها بتلاقي سيهون جالها وبيقولها إنه مسافرش، وبتكون سولي فاكرة إنه رجع علشانها وبتتبسط جدا. وفي تاني يوم بتصحى سولي وبتكون متعصبة علشان عرفت إن سيهون مرجعش علشانها، وإنه كان خايف على القطة بتاعته. وبعد ما سولي بتروح للمدرسة، بنلاحظ إنها كانت محرجة من اللي حصل امبارح، وبتكون مش قادرة تتكلم معاه. وأما سولي بتسأله إذا كان فاكر اللي حصل امبارح، بيقولها إنها كانت فرحانة جدا وطلبت منه ما يسيبهاش تاني. وبعد ما سيهون بيشوف إن تصرفاتها كانت غريبة، بيقولها إنها فاشلة وهيسيبها لوحدها. وبتقرر بعدها سولي إنها هتتعرف على شاب تاني وتحبه علشان عايزة تضايق سيهون اللي سابها. وساعتها بينده عليها طالب جديد في المدرسة، وبيقولها تصلح الرباط وبيساعدها. وبعد ما الطالب الجديد بيساعدها وبيمشي، بنشوفه بعدها راح يقعد مع صاحبه سيهون، وبيظهر إنه صاحبه من فترة واسمه جانكو. وبيبدأ بعدها جانكو يحكي له عن البنت اللي شافها وحبها، وبيعرف ساعتها سيهون إنه بيتكلم عن سولي صاحبته. وأما جانكو بيعرف إنها صاحبته وبيطلب منه يعرفه عليها، بيروح سيهون لسولي وبيقول لها إن صاحبه عايز يتعرف عليها. وبتوافق بعدها سولي على اللي قاله وبتروح تقابله، وبتعرف وقتها إنه الشاب اللي ساعدها في رباط الجزمة. وساعتها جانكو بيقول لها إنه بيحبها وعايز يرتبط بيها، بس لازم يستنوا كم يوم علشان يتعرفوا على بعض. وبعد ما سولي بتوافق على طلبه وبتمشي مع سيهون، بنلاحظ إنه كان مصدوم علشان كان فاكرها هترفضه. وبيبدأ بعدها سيهون يبعد صاحبه عنها كذا مرة، وبيكون مش عايز يروح للمدرسة علشان ما يتقابلش معاها. وبنشوف بعدها جانكو راح لسولي بيقول لها إنه عايز يكون صديقها مش أكتر، وبيكون عارف إن سيهون بيحبها. وبنشوفه ساعتها راح لسيهون وبيتكلم معاه، وبيقول إنه لازم يتغلب على خوفه ويروح يعترف لها بحبه. وبيروح بعدها سيهون لسولي بيقول لها بمشاعره ناحيتها، وإنه هيفضل جنبها ويحميها. فبتقول له سولي إنها وافقت تقابل صاحبه علشان تضايقه، وبتعرفه إنها كمان بتحبه وعايزة تكون معاه. وبنشوف بعدها سولي بدأت تخرج معاه، وبيكونوا الاتنين مبسوطين وهما مع بعض. وبعد ما صاحبهم أوسان بيعرف باللي حصل وبيروح يتكلم معاهم، بنلاحظ إن هو كمان كان بيحبها. وبيقرر وقتها أوسان إنه يتمنى لهم السعادة مع بعض، وبيقول لهم إنه هيكون مبسوط علشان هما بيمشي. وبيروح بعدها سيهون يتمشى معاها، وبيبدأوا إن هما يعيشوا أجمل أيام في حياتهم. وفي يوم بيكون أوسان رايح للمدرسة، وبيلاقي واحدة من الطلبات جت تديها الكتاب اللي أخدته منه، وبتكون الطلبة عايزة تشكره علشان اداها الكتاب بتاعه، وبتقوله إنها عايزاه يروح معاها للسينما. فبيقولها أوسان إنه مشغول في الفترة الجاية، لكنه بيعدها إنه هيروح معاها في يوم من الأيام.
الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.